اهلا بحضراتكم. قبل ما اقدم ضيفي الكميل العزيز القدير، عايز اقول لكم خبر لسه نازل حقيقه على المواقع منذ دقائق، ان جهاز الكسب غير المشروع بيحقق مع رئيس واعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. في اهدار مال عام في نادي الزمالك، في شبهه غسيل اموال، تجاره في العمله. النيابه تسلمت تقرير جهاز الكسب غير مشروع، ويشكل المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير مشروع لجنه من خبراء وزاره العدل للتحقيق في تهمتي غسيل الاموال والتربح، مع تكليف لجنه الفحص والتحقيق الجهاز في تحقيق ازمه نادي الزمالك اللي بصددها قامت اللجنه بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصه بايداع المبالغ الماليه المحوله للنادي من الخارج نتيجه اعاره اللاعبين لانديه خارجيه ودخولها في خزينه النادي في ظل الحساب المالي الذي تم فتحه لاحد اعضاء المجلس لتلقي التحويلات الماليه للنادي من الانديه الاجنبيه. كشف تاريخ كسب غير مشروع اللي تم مناقشته مع النيابه، واجهت بيه اعضاء مجلس الحاليين والسابقين انهم اشتركوا في جريمه تغيير العملات خارج السوق المصرفيه، بينما قرارات نيابه استمرار مراقبه الحسابات البنكيه لاكثر من عضو مجلس اداره النادي في سياق استكمال التحقيقات اللي بتشارها النيابه في القضيه. في سياق متصل، جددت محكمه جنايات القاهره المنعقده بمجمع محاكم القاهره حبس محمد الشهاوي المدير المالي السابق بالنادي 15 يوم على زمنه التحقيق في القضيه، كما تم تجديد حبس محمد ابو طالب امين خزنه نادي الزمالك لعبر 15 يوم للاتهام بالاتجار في النقد الاجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمده من البنك المركزي. الجهاز كما تقول الاخبار الوارده منذ قليل قدم طلب لرفع الحصانة على المستشار مرتضى منصور للتحقيق معه في هذه القضية. يعني ده بيؤكد ان الدولة فيها قانون، وانه فيه دولة، وانه فيه لابد من محاسبة، وانه لا احد يفلت بجرائمه مهما كان وموقعه او اسمه. والحقيقة جهاز الكسب والمشروع من الاجهزة الوطنية اللي بتحافظ على المال العام، واللي بيؤكد في كل خطواته ومراحله زي الرقابة الإدارية بأنه أحد مجنات الدفاع عن هذا الوطن وعن مقدرات هذا الشعب. ده الوطن نيابة الأموال، ده الأخبار النازلة على المواقع منذ قليل، على اليوم السابع وغيرها من المواقع. نيابة الأموال العامة تخاطب برلمان السماح بسماع أقوال مرتضى منصور في التحقيقات الجارية مع المدير المالي السابق وأمين خزينة الزمالك في قضية تغيير العملة واستمرار مراقبة الحسابات البنكية لأعضاء بمجلس نادي الزمالك أو بالمجلس الأبيض. الحقيقة أنا ما كنتش عايز يعني أقدم الفقرة دي، كان نفسي ضيفي يقدم نفسه، بس أنا كالمعتاد يعني من المحير إنك تقدم ضيف أنت بتحبه قوي وإنك أنت يعني شايفه فلتة وشايفه استثناء سواء في مسيرة الفن أو في مسيرة البرامج. إحنا دايما بننسى وعندنا ذاكرة الأسماك. ضيفي سمى سنة جديدة على الشاشة العربية. قدم الضحك النظيف، قدم الكوميديا الراقيه. حتى هو كان بيعمل مقالب في الشارع في الناس البسطة كنا بنضحك من قلوبنا بجد، وما كناش بنقول ده مقلب فيك او ده الناس عارفه او دي كدبه الناس معدياها. ضيفي اخترع برامج المقالب، وانا اتصورت فتره من فترات ان ده هياخد من اسهمه كمبدع وكموهوب كبير واستثنائي، لانه ممثل من طراز فظيع. لو شفتوه مع احمد حلمي او مع عادل امام او شفتوه في مسلسله الاخير في رمضان فوق السحاب، هتقولوا الراجل ده فين وليه قاعد في بيته وليه بعيد عن الظل، رغم ان هو ضحكنا ما يقرب من 20 سنه في الكاميرا الخفيه. ضيفي الفنان الفلتة ابراهيم نصر، بحبك. انا مش عارف والله اقول ايه، يعني انا لو قعدت مطرحك عشان اقدمني والله والله هعجز. انا مش بجاملك، لا انت مش، انا بشكرك وبشكر الساده المشاهدين وبشكر كل الناس ان هم استحملوني المده دي كلها واستحملوا اعمالي ورضوا عني كل الرضا ده. انا لا، انا عايز اسالك بس سر الشباب. انا من يجي 30 سنه كده ما شاء الله شفتك كده، والنهارده بقى مسك الخشب اهو. ايوه. وبعدين امبارح كان عيد ميلادك، كل سنه وانت طيب. الله يخليك. انا يعني 18 سنه. 18 صح؟ مزبوط. هو 18 فعلا. مظبوط. طب الحمد لله العيال الصغيره في البيوت اتجننوا والكل هو 18 فوق ال 50؟ طبعا. انت مواليد 50 صح؟ لا، قبل 50. كام؟ 49. ما فرقتش من سنه يعني. احساسك ايه بعد ان تجاوزت ال 21؟
والله تشكر، والله العظيم تشكر. لا بجد واحدة لما بيجي عيد ميلاد يعني عبد الوهاب كان يقول لك لما يجي عيد ميلادي انا بعيط بيقعد سنه من عمري. ايوه عبد الوهاب كان يقعد يعيط. فريد الأطرش بعد سن الأربعين قاعد يغني جئت يا يوم مولود يا الشقي ويعيط برضو. ايوه الناس بتحتفل بعيد ميلادها ورغم ان في سنه بتعدي، انت بتحس بايه؟ هل بتحس؟ لا انا ما بحتفلش بعيد ميلادي خالص، ولا زوجتك الدكتوره الجميله العظيمه مره ايه انا ولا حاجه من دي بتتم. والجو عادي جدا الا اذا كان في حاجه لطيفه في بتاع كان ايه بس، لكن ايه بقى عيد ميلاد وناس تيجي وناس تروح ومفيش ده. هو انا عيد ميلاد الحقيقي النجاح. الله، اي نجاح ده عيد ميلادي بصرف النظر بقى عن انه نجاحي انا. يعني ممكن يكون حاجات غريبه بقى. يعني ممكن يكون السيد الرئيس السيسي نجح في حاجه فخمه زي قناه السويس فانبسط يعني فافرح قوي وكان الحكايه دي بتاعتي كلها. انا دي طبيعتي دي اول حد بيقول لك كل سنه طيب مين؟ دكتورة ربنا يخليك. في اولاد اعمال بس يعني دلوقتي برا مصر يعني في امريكا دلوقتي جاي كمان يعني 20 يوم تقريبا. بيشتغل ايه؟ هو في الكترونيات لان احنا اساسا لقبي انا ابراهيم نصر النخيلي. ده نخيلة في اللي حصل فيها احنا جاي بدور خيله مركز ابو ديك في ضرب نار بلوك عندي. لا ده كان فيها المجرم الشهير اللي عمل عنه فيلم الجزيره عزت حنفي. ايوه صح كده. بس انا احنا العيله بتاعتنا التقدم العلمي اللي موجود في العالم كله عندنا. يا سلام. الكترونيات يا سلام. منطقه باب اللؤلؤ دي عندنا النخيلي. النخيلي طلع في فيلا بيضه كده عامله زي البيت الابيض دي بتاعت النخيلي. يا سلام. اي حاجه بقى. انا الشاعر محمود حسن اسماعيل طبعا الجميل طبعا. طيب نشوف احنا معانا فيلر كده عن الاستاذ ابراهيم نصر نشوفه يا شباب. هو ابراهيم نصر النخيلي نسبة إلى مركز النخيلة من محافظة أسيوط، لكنه ولد بحي شبرا بالقاهرة لأن والده جاء من الصعيد للعمل بالقاهرة، فقد كان مقاولا معماريا. عندما صار عمره قرابة 10 سنوات بدأ في تقليد أقاربه وأصبح المقلد والكوميديان الذي يضحك العائلة. وفي المدرسة ترأس فريق التمثيل، وكان أول عمل مدرسي كبير له هو مسرحية بمدرسة عثمان بن عفان بحي شبرا. حصل على ليسانس الآداب عام 72. في أحد الأيام التقى بالشاعر والمؤلف بخيت بيومي الذي أقنعه بالذهاب معه إلى التلفزيون لكي يلعب دورا دراميا في برنامج تقدمه الراحلة أماني ناشد بعنوان عزيزي المشاهد. بالفعل تم اشتراكه وكان الهواء مباشرة وحقق ميلادا حق لم يكن يتوقعه أبدا. حصل أثناء دراسته على العديد من الجوائز والميداليات تقديرا لإسهاماته البارزة في فريق التمثيل بالجامعة، وتوالت شهرته الفنية حتى قام بتمثيل وبطولة عدة مسلسلات تلفزيونية. الفيلر قوي بسيل الإيدين الحلوة حبيبي. أقل حاجة ده احنا لسه نفاجئك دلوقتي. ربنا يخليك. دلوقتي عايز أبدأ بأحد الأفلام اللي أنا يعني الحقيقة متيم بيها، فيلم اكس لارج. انت عملت دور، والحقيقه انا يعني برضو انت اضفت لاحمد حلمي، يعني انا سمعت لك او قريت لك تصريحات ان هو لا انت اضفت، انت في المشاهد اللي بينك وبينه في منتهى الانسانيه. استفدت ايه من التجربه دي او ايه اللي طلعت بيها؟ يعني نحن معانا فيديو يا استاذ محمد ليه نشوفه كده. طيب قبل ما نعلق عليه قصيدة ولا فرزدق قصيدة معي ولا قصيدة لا وصادق قوي وبيقول حالة حقيقة مش كده؟ هو مقتنع. الحالة دي انت قول لي، تكلمني عن علاقتك بأحمد حلمي والولد اللي انت شايفه يعني يعتبر من دور اولادك يعني برضو من الاجيال الجديدة. احمد حلمي شخصية طيبة. انا حبيته. وكنت دايما اقول له خد بالك انا خالك. وحط في بالك ان خالك بيحبك وانت بتحبه، وقعدت ازرع جواه حته الموضوع ده اللي انت عايز ايه.
قلت له انا عايز ازرع حالة الحب اللي بيننا دي تفضل قائمة وموجودة، لان انا هموت على ايديك طبعا، ولان يحصل حادثة وانت تتكسر والعربية تتكسر قعدت قلت له كلام. فلي لا كلامك مقنع، انا ما قابلتش ممثل في منطقة الكلام والحكي زيك. قلت له والله ما بقولها لله يعني ان احنا نعمل حاجة حلوة يعني، زي ما انا فعلا بحبك انا مش بعدين يا احمد عشان تبقى عارف انا خلاص عملت عقد وده مش محتاج منك حاجة يعني. الا تفتكر ان انا بقول الكلام ده لغرض ما ابدا. شيلوا اسم من التاتر، اكتبوا مع الضيف الذي يكتب اسمه، مش مشكلة عندي. بس انا المشكلة عندي ان احنا نبقى انا وانت حتة لحمة واحدة بس، ده مشكلتي. ده كان كلامي معاه. والحقيقة ربنا اراد ووفقنا ان احنا نحقق ده. حققنا الحمد لله. عمل تجربة حلوة. ايه المواقف الطريفة اللي حصلت بينك وبينه؟ لان هو برضو جه احيانا ده ليه مقالب جوه اللوكيشن يعني. لا هو ما عملش مقالب قد ما هو عمل معايشة جامدة جدا. ولدرجة ان انا لما حصل حالة الوفاة طبعا ما تخيلش ايه اللي حصل له. وبعد ما خلصت المشهد بتاع الوفاة وببص له كده قال لي انا اول مرة في حياتي اسألوه حتى على الهواء. انا اول مرة في حياتي ابكي. يا سلام. في التمثيل. قال لي انا عمري ما بكيت. قال لي انت خليتني بكيت. عشان هو الممثل اللي قدامه ده مش ممثل تيجي. قلت له ان احنا مصدقين انا انت مصدقين فلازم تبكي. ومدام كوثر دي خايف مع الناس قوي. انتشر في شكل رهيب في الشارع. في الشارع. ده صحيح. طيب انا برضو اليومين دول منتشر ليك حاجه اللي هي كاميرا الخفيه بتاع الفيل، وكأن الناس عايزه تهادي بعضها بالفيل. افكر الناس بالفيل ده يا جماعه كده، فكرونا يا استاذ محمد اتفضل. فجاه اللي انت كنت بتصور فين؟ كنت بصور هفتكر ايه بقى؟ عشان ده كان انتاجك. ده كان انتاجي مع دبي مع مصنع مدينة الانتاج الاعلامي. بس انتوا جبتوا الفيل ده منين؟ جنينة الحيوانات ولا؟ طبعا اكيد. وصورته في الجنينه ولا بعيد عن انا صورته في ظهر الجنينه. ظهر الجنينه صورته عشان الناس طب يعني المواقف اللي زي ما انت كنت بتعمل نماذج غريبه وبتاكد على طبيعه المصريين الطيبه قوي، كنت بتفاجئ بالردود الافعال؟ طبعا. كل ده كان بالنسبه لي ردود افعال لا يمكن اتصور. اغرب رد فعل حصل لك وانت بتصور الكاميرا الخفيه؟ اغرب حاجه في التوتال 17 سنه يعني لا حاجه ما تنساهاش يعني، اول ما سالك السؤال ده تقوم على طول طالعه في الذاكره، موقف لا ينسى. بس ده عايز تحكي بقى. قول. ما احنا قاعدين نحكي. احنا جايين نحكي. انا عامل زكية زكريا من جوزي الرجل القصير اللي اسمه الله يرحمه تقاوي. ده كان اسمه شهرة. واسمه مجدي. اوكي. انا سميته تقاوي اول ما شفته. قال لي خلاص تقاوي تقاوي. وقال لي تقاوي كده. بس يحب يلبس بدل وبتاع يعني، هو راجل متأنب الله يرحمه. المهم انا متجوزه او انا زكريا متجوزه تقاوي القصير ده. الكاركتر ده في لحظه انا دخلت عليه محل زي كده مثلا وصرخت. قلت له بقول لك ايه؟ يلا يا حبيبي يلا كسبت القضيه وغير في داهيه، لا ليك محل ولا ليك زفت. محل ده بتاع هدوم. ورحت ماسكه قله على الارض. اتفضل حضرتك. اتفضل. بصوت له جامد. خرج وابتدت الناس اللي واقفه تقول له انت كل دول ايه في حاجه؟ لا يا فندم اتفضل. كل دول مذاكرين اثر بكر بتشاور. لا كل دول مذاكرين يخرجوا امتى؟ لان دول افراد جوه المدينه جوه الشغل يعني. كل درس او ناس لا معايا معاك ده طول العمل معايا. المهم
ان في واحدة واقفة في الاخر ماسكة تذكرة وبتتلفت شمال كده ويمين قالت دلوقتي اعمل ليا بنوفر وبنطلون وانا عايزاهم. فقلت لها انت حضرتك جيتي امتى؟ لا ما فيش حاجه زي كده وبتاع. قالت لا معلش هاخدهم بلوفر وبنطلون. انا عايز البلوفر والبنطلون. حتى ما بقتش اي حاجه تاني غير بلوفر وبنطلون. يا ست تفهميني. طب انت طب بص اسالك سؤال بالذكاء الذكري برضه. هقول لك سؤال. انت جيتي قبل القله ولا بعد القله؟ وقفت كده قالت ايه ده؟ قبل قله ايه ده؟ جيت بعد القله. بعد القله. قلت لها خلاص مالكيش حاجه عنها. مالكيش حاجه. قلت له مين ده اللي مالوش؟ انت بتكلميني انا كده؟ يعني انت بتقولي لي ان انا ماليش عندك حاجه؟ قلت لها ايوه. انا ماليش حاجه عندك؟ ايوه. ولقيت ايد. يا نهار اسود. ايد. ده مش هنسال غير لما بقى. يا نهار اسود. بصراحه يعني. ايد قاتله. يا نهار اسود. لفت ايدها على رقبتي بالهدوم. يا نهار اسود. وراحت شداني. وراحت رصية. رصية رجالي. لا 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 صدقني. يا نهار ابيض. لقيت حاجه عدت من جنب. يا نهار اسود. عارف لما تكون في قطر بالقطرات الجديده دي حصل لك ارتجاج في المخ؟ لا ايه ده؟ لما جتش في وشي. لو جت في وشي ما كنتش قاعد معاك دلوقتي. يا نهار ابيض. كنت جليتها كده. طبعا جليتها. انا كنت بلعب شويه رياضيات. ملاكم قديم. عرفت قفلت من البتاع دي. المهم ان في الاخر خالص بقى بعد الليله السوداء معاها هي خدتني وراحت لفاني وبتعمل لي براولين من غير ما تعرف براوليه. انا كملت معاها البراوليه عشان اسعد الناس في البيوت. ورحت واقع على الارض. طبعا الناس في البيوت بيموتوا لان بتقلب ورجليا لفوق وهي راكبه عليا. الاخو في الاخر خالص بقى قلت لها احنا يا ست بنمثل اهو كمل ادي المناخير ادي الودان ادي الشعر تمثلي ما تمثلش انا عايز البلوفر والبنطلون. يا ستي احنا بنهزر. تهزري ما تهزريش ماليش دعوه البلوفر والبنطلون. هي مركزه. لا مش شايف خالص اي حاجه ان انا راجل ولا انا ولا امثل ولا امثل ولا كاميرا خفيه. قلت لها بهزر معاكي. طب اقول ايه؟ اطلع تهزر ما تهزرش البلوفر والبنطلون. انا الفيديو ده اسم محمد. انا موجود يا سيد محمد. ده موجود موجود يعني هيكون راح فين؟ طب لا احنا يعني هتولي من ضمن الحاجات بس احنا هنشوف حاجه جازمه. عايز اكمل بس. اتفضل اتفضل عشان اختصرها. اتفضل. في الاخر خالص بقول لها بعد حاولت معاها عشان تعرفني في الاخر خالص انت يا بنت نصيبه ما انت براهيم. يا نهار ابيض. مصحف معرف يا حبيبتي وحقك عليا. يا سلام. ده انا بحبك بعد ده كله. ده انا لو اعرف يا ده النصيبه فضحت والنبي هتزعل. ده يا نهار ابيض. قلت لا عشان خاطري. قلت لها خلاص ما زعلش. قلت لا زي عشان ما تزعلش مني. بس انا انا زعلك انت. لا حول الله. بتحبني. ده نموذج للست المصريه الشعبيه بنت البلد. بتحبني. في الاخر بقى قلت لها سيبك بقى من كل ده وطز في ابراهيم وطز في البرنامج وقف في الكاميرات وقف في البتاعات وقف في الحاجات ومحدش يبقى معانا. قولي لي لو ما قلتيش هزعل بقى. انت بتشتغلي ايه؟ ايوه. ما مالوش لازمه. قلت لها لا مالوش لازمه. قلت مين اللي بيأجروها في الخناقات؟ قالت انا بتأجر في الخناقات. يعني انا نشنت. جت فيك انت. في كل الستات اللي في الدنيا. بقت حادثه بتتحكي على الاهل. ام بق دي. اللي هي ام بق اللي كانت عامله مدرسه في السيده زينب. لا لا دي ما انا ما اعرفهاش. لا ما في مدرسه اسمها ام بق.
بتتأجر. اه والله دي بتتأجر، هي بقت كانت ست زمان وبدأ كل واحدة تيجي مكانها تسمعها من بقه. المهم لفت نظري ان ودنها من النوع القديم. على حاجة اسمها في حياتي في ابن من النوع القديم وابن من النوع الجديد، ابن كبيرة كده يعني كبيرة ومدلدلة. وهي عاملة مجنونة لفة دبارة على حلق وزن مثلا نص كيلو دهب. يا لهوي ده دلالة على الفحولة وعلى الجدعنة وعلى المعلمة. وربط الحلق في الخرب ودنها بالدبارة، بالدبارة دي حبل صغير بالحبل. يا لهوي وغنية جدا. معانا شباب الفيديو محمد مش هسيبك النهارده طلع لي الفيديو ده. مستحيل. طبعا يعني انا عارف ان انت كنت انت في الاشن او الشندوي بتفكروا في الافكار يعني كده قاعد معاك سنين. ورائد لبيب ورائد ورائد رائد رائد احساسه حلو كمان سنسه عالي قوي. رائد عمل لي مسلسل صرخة انثى. انا اللي كاتب. ايوه عنده سنس كوميدي جدا. دمه خفيف. طيب معلش هنقولك نقله تانية. اما تيجي تشوف النهارده الحاجات اللي بيعملها رامز جلال وكل الناس اللي بتروح تقول لك ده احنا ده فيك ده احنا مش عارف، احنا كنا بنضحك بجد من قلوبنا معاك بجد. يعني انا اقسم لك انا شخصيا وانا عندي انا منك ما بضحكش بسهوله، انما انا كنت بشوف اقعد اضحك بجد. كنت احيانا اقابل في ده احيانا رائد اقول لهم يخرب بيتكم انتوا عاملين كده في الناس ازاي؟ انت اخترعت مدرسه المقالب في الشاشات والفضائيات الحقيقه. النهارده ليه ما عادش زيكم؟ يعني خلينا نتكلم عن رامز جلال ده اشهر برنامج مقالب في رمضان، ايه رايك فيه؟ والله انا هقول حاجه واحده ادعيها او لا ادعيها لكن هي دي حقيقتي. انا صادق جدا. ده حقيقي. ما بعرفش لا في التمثيل اكذب ولا في الكاميرا الخفيه اكذب ولا كده. انا اعمل الشخصيه زي ما انا استوعبتها وبلعتها وهضمتها وافرزتها. لازم اعملها كما الواجب انها تتعمل. اكيد. النهارده بقى ايه اللي حصل مع رامز جلال مثلا؟ رامز انا شفت له يمكن ايه حلقه او اتنين ما كملتش يعني ما كملتش. بس انا ايه يعني مش عارف في ايه يعني انا حاولت لكن في حاجه مش صح. في حاجه مش مظبوطه مش معمول كما يجب ان يكون بشكل مهني او بروفيشنال. وهي على قد ما تدي على قد ما تاخد على قد ما تضحك لك الايام. يا سلام. مش عايز اقول ده الحكمه اللي انت مؤمن بيها. طبعا جدا. على قد ما تدي على قد ما تاخد على قد ما تضحك لك الايام. ده حقيقه. توقيع ابراهيم نصر ده حقيقه. لازم لكن انك تعبث بالناس او ان انا اسف انا شفت منظر لراجل مهيب بيطلع على شاشه التلفزيون يقعد ينظر ويقعد يعمل بتاع مرمي في الميه وعمال يصوت ويقول حقوني حد ينجدنا عالم وبتاع والرجل بني ادم طايره وسمكه طالعه بتاكل الرجل التانيه. ايه ده؟ عايز اعرف فين الضحك؟ يعني هل يحدث ضحك في الدم؟ هو انا اقول ممكن يبقى في فيلم سينما اقطع تذكره في تعاقد بيني وبين نفسي مبني على قصه ومبني على سيتويشن وكده واقطع تذكره واخش ويطفي النور وانا عارف ان انا هتخض. طيب سيد ابراهيم معلش خليني برضو ايه اتهمك شويه. انتوا كجيل عملتوا ده وضحكتونا وقدمتوا هذا الفن اللي اساسا كان منتشر بره في الفضائيات وفي الاعلام وفي كذا. ما عملتوش جيل تاني ليه؟ ما عملتش تلامذه لابراهيم نصر ليه؟ هي اصلها ما ينفعش. زي يقول لك الله هو انت يعني يا استاذ غيطي ما عندكش ليه تاني غيطي؟ هو لا هي كده هي غيطي واحد هو اللي بيكتب السيناريو وهو اللي درس في معهد السيناريو وهو اللي بيكتب افلام وهو اللي بيعمل برامج. مفيش اتنين غيطي والا كان مزراب بقى محمد غيطي يطلع لك 18 واحد. لا بس انا بقول ان برضه حتى مثلا يعني في معهد سينما في فن الالقاء في مدارس تمثيل في كذا انت ما فكرتش تعمل مثلا اكاديميه لكوميديا المقالب او تدرس هذا الكورس في معهد سينما اسماء الاكل؟ اتعرض عليا حاجه خايبه كان زي ده هزار
ما اصلا مش منطقيه يعني. انت اعتمدت على مؤسسه ابراهيم نصر. انا راجل عندي القدره على ده. لكن مين تاني عنده القدره؟ مش وظيفتك في الحياه برضه، هي وظيفه الدوله ومؤسساتها والاعلام والثقافه مثلا، ده حقيقي مشوار تاني يعني. صحيح. بس حقيقي. انا لكن مين اللي ضحكك هنا زمان ولا دلوقتي بشكل عام؟ شوف يا ريس، انا اللي بضحكني الصادق. يا سلام، كداب ما ضحكنيش. طب مين الصادق اللي بيضحكك؟ عارف مين؟ عارف في واحد كان يقول قطط صف الله مختار، عارف؟ يا سلام، ده كان في السبعينات، في افلام السبعينات. بيضحكني محمد رضا وعلاده على دماغه يا ده كده يا معلم قطط. انت بتقلد حلو قوي. بحبه. انت بتقلد حلو. انا بقلد كويس بس انا بحبه. وهو دمه خفيف. طب مين تاني في الجيل ده؟ يعني مثلا مين ايه بقلده؟ لا لا يعني بتحبه بتقلده. ما هو انت ما بتحب حد لازم تقلده. فؤاد مهندس مثلا، انا عارف ان هو بيحبك. انا بحبه جدا جدا. وانت اشتغلت معاه ده؟ انا اشتغلت معاه اربع خمس مسلسلات. اللي هي بتاعت الاطفال. عمو فؤاد. انا الحقيقه ما جرؤتش ان انا اقربه. تصور لمهابته. مهابته الراجل. شكله ممكن يكون كوميديان. ده حقيقي. هو لا هو فنان. لا فنان شامل. لا الشنب في اسود والبصه والمشيه والنضاره والبتاع. هو حاله راجل يخليك ما تقربلوش. صحيح. مش تقربلوش. طيب عادل امام مش بيضحكك؟ عادل حكايه تانية خالص. ما فكرتش فيه كده. انا اشتغلت معاه. عملت معاه شمس الزناتي. كان رائع. واعتقد ان انا ربنا وفقني في الفيلم ده. ايوه كنت رائع. الحمد لله الحمد لله. انا ما بحبش الممثل اللي يعني اللي يطبعني طبعه ما بستريحش. يعني احبك تبقى في كل حته لون. لا انت مش نمط انت. جعيدي. تعمل الجعيدي انت. طب نفتكر المشهد ده مع عادل امام؟ اتفضل. انت يعني دي برضه من ضمن المرات القليله لقيت حد بيموت كما يقول الكتاب. ازاي عملت المشهد ده؟ هقول لحضرتك. الراجل اللي مات قدامك دلوقتي ده ابراهيم. ده في يوم السبت. وضرب النار حصل يوم الثلاث. شوف الحكايه. يا نهار ابيض. يعني صورت ده على يومين؟ وبقى انا شفت ضرب نار. ما حضرتش ضرب النار. اوكي انت صورته وهم ركبوا بقى الدوبلاج او المؤثرات. ولا حضرت الدوبلاج. امال ايه؟ انا اتقال لي حصل يا ابراهيم ان في ناس ضربتك بالنار من الباب. اوكي. انت كنت هنا وساند ظهرك جامد، فانت دلوقتي هنقول لك في ضرب نار اقع. يا نهار ابيض. بالظبط ده اللي اتقال يا حبيبي. حتى الاستاذ سمير فيه استحضرت هذا. موجود؟ استحضرت هذا. يسال وعملت الذاكره الانفعاليه بتاعتك لكل مشاهد انت عشان بتفهم حضرتك يا حبيبي. يا حبيبي المنطق. يا سلام. بس ده انت معجزه هنا. مفيش ممثل يبقى يوصل للاتقان ده كده. وعلقت هدومي في ظهر الباب عشان لما اقع اتعلق وابقى حاجه فداء للناس دي كلها. سلام عليك. والدم بقيت احط بايدي. كان سمير حتى سمير سيف الدكتور سمير سيف على عبقري طبعا. مش مخرج عادي. طبعا طبعا. بيقول لي كفايه يا ابراهيم. هو رقيق قوي. قوي. كفايه يا ابراهيم. قلت له طب سيبني. انا ضخم. اتضربت بنار. مستحيل الشريان ما ترشقش. يعني وريد شريان بتاع. ما انت دارس كمان تشريح وطب فده. فقال لي خلاص. اعمل اللي انت عايزه. طيب انا معايا واحد بيحبك. الو الو. استاذ محمد دول. ايوه يا محمد. ازيك؟ بتاخير يا استاذ محمد. ازيك يا حبيبي؟ حضرتك طيب. طيب الله يخليك. الله يخليك. يوصلك البرنامج بخير. وثانيا بقى حبيبي واستاذي استاذ ابراهيم نصر. يعني انتوا اتكلمتوا على حاجات كتير قوي. وعلى شغل الاستاذ ابراهيم ومش عارف اقول انه مدرسه والكلام. طبعا عارف استاذ محمد صاحب الكلام اللي بيتقال دايما كده وكده.
انما انا بس عايز اقول حاجه مهمه جدا. ابراهيم نصر من قريب كشخصيه يا جماعه الراجل ده في منتهى الكرم والاخلاق والذوق، وقد ايه هو بيهتم بالاصدقاء وبيهتم اقول بابنائه الفن. يمكن تقعد كتير قوي ما تقابلش الاستاذ ابراهيم ويفوت عليك سنه اثنين ثلاثه ما تكلموش، ما فيش شغل يجمعك معاه، لكن مجرد ما ترفع سماعه التليفون وتقول له استاذ ابراهيم ازيك انا فلان، شوف كميه الترحاب اللي هو بيرحب بيك عليها، وزي ما تكون مثلا انت من العيله كنت مسافر والراجل ده كان مفتقدك بجد، ما عندوش زيف في المشاعر. ده حقيقي. كان زمان من فتره طويله كده كان في مشروع ان احنا هنعمل مسلسل كوميدي مع بعض، ورحت عنده المكتب وقعدنا. عايز اقول لك هو قد ايه بيهتم بالتفاصيل، يعني شوف يا استاذ محمد كنتوا بتتكلموا دلوقتي على المشهد في شمس الزناتي. صحيح. شوف التفاصيل اللي هو بيهتم بيها، تخيل بقى انك انت بصدد مشروع. صحيح. مسلسل كوميدي هتبتدوا فيه، فيبتدي يكلمك في القصه ويقول لك ان انا هعمل الشخصيات كلها، لان كانت الفكره مبنيه على كده، مش عايز احرقها لكم طبعا لان دي فكره الاستاذ ابراهيم اساسا. نعم. حد هو يتكلم فيها بقى يبقى يحكيها لكم بعد كده. عنده الحاجات الصغيره قوي دي اللي لازم نناقشها معاك، ويمكن انا من جيل المخرجين ما لحقتش ان انا اعمل حاجه مع الاستاذ ابراهيم، لكن احنا قعدنا مع بعض اكثر من مره، انا اتعلمت منه حاجات كتير قوي، اتعلمت منه اخد بالي في السيناريو في تفاصيل بتبقى مكتوبه كده سيناريست زي حضرتك وبكاتبها. المفروض ان المخرج بيبص في الكلام دوت وبيمشي عليه ويبتدي يطور فيه والكلام ده كله، ممكن تفصيله صغيره تعدي. صحيح. واحد بيقراها استاذ ابراهيم ما فوتهاش. صحيح. احلى حاجه، احلى موقف يا محمد انت لا تنساه وضحكت عليه من قلبك لابراهيم نصر. لا انا هقول لك على موقف حصل فطرتني على روحي من الضحك، وكل ما افتكره دلوقتي اضحك. سيبك بقى من الكاميرا الخفيه لانه طبعا عبقري ومش هتتكرر تاني. مفيش حد هيجي زي استاذ ابراهيم يعمل الكاميرا الخفيه لك، خلاص يبقى التريد مارك بتاعك ابراهيم نصر. صحيح. احنا كنا في مره عنده في الـ في الـ في المكتب، هو عامل مكتب في بيته. وكنا رايحين عشان نقرا شويه في المسلسل اللي احنا هنشتغل عليه دوت، وهو كان قصه الاستاذ ابراهيم والكلام ده كله. ففوجئت بقى يعني بكميه حاجات من الكوميديا لا تتخيلها. استاذ ابراهيم حاطط عنده كل حاجه تخيلها في الاوضه بتاعته دي. يعني مكسرات هتلاقي، جاتوه هتلاقي، حاجه ساعه هتلاقي، شاي هتلاقي، كميه كوميديا. عارف بقى حضرتك يا استاذ محمد تقول مثلا ايه؟ انا نفسي في لب وداني، هتلاقي ايده في الدرج مطلع لك لب وداني. ده كرم. هضحك. ده كرم بشكل مش ممكن، يعني انا فعلا بس قاعد مش عارف اضحك ولا اعمل ايه، طب انا اطلب ايه تاني؟ طب خد الجاتوه ده، طب مش عارف كل حاجه مضبوطه عنده. محمد انا بشكرك على الشهاده الجميله دي. انا ميرسي لي والله. انا بشكرك يا محمد، وحشني جدا 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 يا حبيبي. ارجوك تجيني بقى اشوف عشان ياكل جاتوه. احنا معانا فيديو الباروكه يا استاذ محمد، نشوف الفيديو ده علشان ده من الحاجات اللي بتضحكني موت الحقيقه. طبعا فينا لحظه اللي هي الرياكشن الاولاني لاي حد، صح كده؟ ايوه طبعا. رهيب طبعا، رهيب. بس انت كنت بتضرب كتير في الحلقات دي. ضربت بس انا متوقع ان انا اضرب. يعني مش واقف هبل عامل كده. او اجيب بضرب، لا يعني عامل حسابك ازاي في لحظه الضرب تجلي الضرب او كذا، وهدافع عن نفسي ازاي وكده. واحيانا ببقى صانع الضرب بحيث ان اخلي الطرف اللي قدامي مستفز عشان تخلص الفقره. تخلص ازاي؟ انت كنت فعلا في اوقات بتبقى مستفز قوي. انا كل الاوقات مستفز قوي طبعا، يعني اوفر استفزاز بس بادب. لعمري عمري ما قلت لحد، حتى زمايلي في ما بتعملش حاجات توقع القلب زي ما بنشوف كده، كام سكته قلبيه ولا فاضي الناس في المستشفيات ولا صعب يا بيه. 17 سنة. طبعا. انا ما سمعتش ان انت في ضيف اشتكى او في حد انت سجلت معاه جرى له حاجة. لا 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 خالص. خالص 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 صعب.
كانت حاجة صعبة يعني. ممكن في حد ادعى عليا حاجة اقول له طب خلاص ربنا يسامحك متشكر اقول اللي تقول كده يعني. لكن ما حصلش خالص. انتوا كنتوا بتقعدوا انت كنت في الاخر تقول تسمح لنا نزيد تاخد موافقه الناس على ان انت عايز زياء وزياء انت يعني عايز زياء وزياء مش عايز زياء قول ما تزعش يعني عايز اروح لمنطقه تانية خالص. انت عملت مسلسل في رمضان اللي فات فوق السحاب وعملت فيه مشاهد انسانيه تجنن لا والله بجد والله العظيم كان معاك كرو برضه رائع الحقيقه. كنت عامل شخصيه الدب ده الدب نشوف كده جزء منه لانه انت كنت مأثر فيها جامد وانا الحقيقه ما فوتتش حلقه يعني ده من المسلسلات اللي انا شفت حلقاتها كلها يعني. انا كنت بتابع رغم ان انا كنت قاعد يعني برضه في عباده وفي صلاه وفي صوم وفي قراءه بس كنت حريص ان انا اشوفه. بس ايه الشهاده كبيره لا لا والله لا ما شاء الله انا اشهد لمين يعني. طب نشوف الدليل هاتلنا مناديل يا جماعه. ما ينفعش ما يبقاش في مناديل هنا حالا. نجيب لك مناديل حالا. تصبر عني معلش أنا آسف. تجبت مشهد صعب أوي. انا قعدت مع ممثلين من كل الاجيال والحقيقه وعملت اكتر من 30 عمل فني لكن انا ما شفتش ممثل يشوف مشهد مؤثر وكانه بيعمله مره تانية وده معناه ان انت يعني حساس قوي وانت افتكرت السيتويشن بتاع افتكرت الموقف اللي خلاك تعيط. طبعا انا عايز اقول للمشاهدين هو ده ابنه ممثل اللي بيعمله كاريكا كان الشخصيه اسمها كاريكا لا اسم الممثل مين اسمه ايه؟ ممثل رائع اسمه جورج اسمه حاجه جورج مشكله كاريكا وخلاص شخصيه كاريكا ده كان من التراس احد النوادي وهو تقريبا نادي الزمالك ايوه واتقتل وهو داخل يشوف المباراه مع زملائه ايوه اتقتل بسكينه وكان ولد زي العسل في الدراما في الاحداث وكان ابن الدب اللي هو عامله استاذ ابراهيم نصر. مشهد القتل انا اتاثرت بيه حقيقه لكن انا عمري ما شفت ممثل يستعيد مشهد هو مثله ويعيط فده معناه ان انت حساس قوي يعني انت حساس يعني ايه ده ايه الجمال ده ربنا يخليك ايه الجمال ده ايه الجمال ده لا ما انا عندي مشهد تاني خايف مش عايزه اعيط بقى تاني عايزين نضحك انا اسف ده المخرج مصر يدينا مشهد تاني طب نشوف يا ريس اتفضل حبيبي يعني انت كل يوم بيزداد احترامي وحبي ليك واللي حاصل ده انا بصراحه يعني انا مش عارف اقول لك ايه يعني انا مش عايزك تعيط انا عايز نضحك وعايز نخلي الناس تضحك انا اسف واسف للمشاهدين لا يا حبيبي لا بالعكس طب انت ليه عيطت قوي كده؟ مش عارف تاثرت بالولد تاثرت بالقصه مش عارف لا ما دام على ان برضه انت لازلت رغم كل هذه السنوات في التمثيل انت ممثل عفوي انت بتمثل بفطرتك بتمثل باحساسك ولا افتكرت حد معين لا انا ما بعرفش اكذب بس خصب عني يا حبيبي ربنا يديك الصحه يا رب ربنا يخليك طيب انا عايز اسالك في حاجه هنا ابراهيم نصر اللي من عائله مسيحيه مصريه بيقرا قران ولا شيوخ الازهر في المسلسل انت حافظ قران ما شاء الله انت فكرني بمكرم عبيد ايوه كان ليك اصدقاء من الازهر ومن صغرك وانت في بلد طبعا هنا وهنا كمان علموك القران مفيش بلد انا ما كنتش ما انا عارف انت اتولدت هنا انا بقطوع البلد ما انا عارف طيب على ما تهدى اخد مين يا شباب يوسف
طب محمود من الاقصر اتفضل يا سياده المستشار. مساء الخير يا معانا محمود الكليني. اهلا الاقصر. اهلا بيك. طبعا احنا لا يوم لا يفك لا لان الفنان مش عايز يبكي. تمام ابراهيم نصر ده متع الناس كلها ضحك الناس كلها صحيح من اجمل برامج بتاعته يعني اوعى تقول لي تقارن رامز بالفنان ابراهيم نصر صحيح هذا مرفوض ابراهيم نصر كان يعرف يجيب الضحكه بتاعت المواطن كان بيعمل المقلب بالمقلب تاخده ابتسامه وضحكه ومجالس ما فيش لكن برنامج رامز اوعى تجيب لي رامز لابراهيم نصر تمام ده مرفوض صحيح فنان ابراهيم نصر انت راجل محترم وراجل حلو وفنك الجميل متعت بيه للشعب المصري كله في برنامج الكاميرا الخاصيه لم ينسى دورك في هذا في رمضان وكانت الناس تستناك تحت السحور يعني الصعيد كله كان يستناك تحت السحور يا استاذ محمد. بشكرك يا عم محمود سياده المستشار الجليل. اخد استاذ يوسف من اسكندريه. استاذ يوسف اتفضل. استاذ يوسف اتفضل اهلا بيك. حابب احيي الاستاذ ابراهيم نصر. اهلا بيك. واقول له بجد حضرتك صانع للشعب المصري كله. صحيح. وان بجد اعمالك مؤثره معانا جدا في الدورين لجامعه اسكندريه. وبجد دور الدوب بصراحه يعني مفيش اداء متميز اكتر من كده. قوية موجوده كوميديه موجوده حسينا فعلا دور الاب حسينا فعلا كل حاجه في الدور ده. ربنا يبارك لك يا استاذ ابراهيم وبجد احنا بنحبك قوي. بشكرك يا يوسف. اخد عبد الله مجدي من القاهرة. اتفضل يا مجدي. استاذ محمد الجميل اللي بيجيب لنا الناس الجميله اللي بتحبها. الله يخليك يا حبيبي. وبشكر استاذ ابراهيم نصر اللي امتعنا وهيمتعنا دايما. فن الجميل اللي احنا مشتاقين له بصراحه. واستاذ محمد ده انا مش عارف المفروض يتعمل له تمثيل في قناه ال سي تي. الله يخليك يا حبيبي. لا بالعكس ده انا اللي اتشرفت بالاستاذ ابراهيم. انا اتشرفت النهارده انك انت جبت ضيف جميل على قلوبنا ويانا امتعنا. وهو ده كان الفن اللي احنا كنا بنستناه. صحيح الجديد. صحيح كنا بنضحك من قلبنا بجد يعني. صحيح تحياتي للاستاذ ابراهيم نصر. بشكرك يا مجدي. بشكرك. اخد سماح من بني سويف. الو طيب هفكرك بحاجه كده برضو من ضمن الحاجات اللطيفه جدا روق بقى عشان عايزين لسه نضحك. أيوة بقى ايوه زكاه زكريا عزيز الشخصيه العبقريه اللي اتعمل عنها فيلم وهنحكي قصه موضوع الفيلم بس نشوف الاغنيه دي ايه ده؟ ايه الكاركتر العجيب ده؟ الاول انا عايز اعرف مين سبب ان انت تحول البرنامج وشخصيه زكاه زكريا لفيلم زكاه زكريا في البرلمان؟ ده كان المنتج ولا كان فكرتك ولا كان ايه؟ هو نجاح طاغي للشخصية ادى في النهاية ان الاستاذ اكتر من جهة يعني من الاستاذ ابراهيم شاكر رحمه الله استاذ محمد ياسين المنتج قرروا انهم فالمهم رست الحكاية على الاستاذ محمد ياسين وكان اياميها اكبر اجر للفيلم في الفترة دي انا فالمهم عملت الفيلم ده مع استاذ محمد ياسين وكان جميل الراجل نفسه محمد ياسين شخصية تحفة من الشخصيات الجميلة ده حقيقي وانتج اعمال عظيمة للسينما المصرية طبعا فدي الفكرة انا عملت زكاة زكريا في البرلمان وزكية زكريا تتحدى شارون وزكية زكريا كانت سلسلة العصابة المفترية على مسرح البلور واكثر من مرة زكية زكريا هي كانت بطلة شرسة جدا كده. فما استمرتش ليه يا سبرين؟ لان كل حاجه بالنسبه لي انا لا قياس عندي مش لازم الناس تقول لي بس كفايه ومش لازم الناس تقول لي كمل انا اللي اقول لنفسي كفايه وانا اللي اقول لا حتى لو الناس تقول اقول لا كمل تمام يعني انا اعرف ازاي اقول حسيت انه خلاص كفايه كده عشان لو بعد كده يبقى نقطه بايخه او نقطه مكرره فانت وقفت بفروسيه وهي يعني اعتقد يعني كفيلم في وقته نجح يعني نجح وجاب فلوس كويسه كل حاجه زكاة زكريا ده انا في عروسه عندي حضرتك منزلها في التريلر في البرومو والعمل لابسه نظاره كبيره كده وشايل عروسه صغيره كده العروسه دي نزلت في العيد اتباعت ب 100 اول مره اتباعت ب 190 جنيه في المولد
عروسه حلاوه. لا 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 عروسه باربي عاديه. عروسه لا باربي تقول بخ بخ تاتا تاتا يا نجاتي انفخ البلالين على عيد ميلاد كل حاجه. لان عاملها على يعني فوليوم وبتغني وبترقص والله. الله الله الله. فراحت نازله جابت 190 جنيه. يا سلام. فالمنتج اللي خدها ما هوش بتاع العرايس وبتاع البتاع. لكن جالي بعد شهر تقريبا قال ربنا يوسع عليك يا استاذ ابراهيم وربنا يخليك لينا. انا جبت رقم فلكي يعني. ربنا يوسع عليك كويس مبروك. كانوا عاملين زي بوزو او شيبسي حاجات بتتاكل الاطفال باسم زكيه زكريا واتسرقت وحاجات اتسرقت واتكتب عليها غباشي مثلا غباشي النقراشي لما عملت غباشي النقراشي قال لك غباشي وانت ماشي وبوزو ايوه وعملت حاجات دي المفروض حقوق ملكيه فكريه لك ولصناع العمل ولا خدت حاجه ولا ليك حاجه تعتبر ده نجاح وجماهيريه مسكوت بقى أعتقد بعض الناس كتير جدا عايزه الحياة تحييك. احمد من القاهره. ايمان من القاهره. ايمان ايمان اهلا بيك اتفضلي يا فندم. اهلا وسهلا. بحيي حضرتك وبحيي ضيفك الكريم استاذ ابراهيم. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. ما تعيطش ما تبكيش دموعك غاليه علينا. ربنا يخليك. انت مش النهارده ولا امبارح انت معانا من سنين طويله قوي من ايام تاليف الفنانين. يا سلام. فيلم ليل وقضبان لما بنشوفه الفيلم الدرامي ده عامل فيه اصوات كل فنانين مسرح القومي. ده حقيقي. مش ممكن. ده حقيقي. مش ممكن. وبعدين السنين ده اللي كانت ده لحد قريب يعني دي كانت قلب كل اسره مصريه في رمضان دخلت على قلوبنا الفرحه. ربنا يخليك. بس البرنامج اللي بتاعت التقليد كنت لسه بشوف امبارح القعده بتاعت اللي اشتر يضرب جول الجمل اللي اشتر يضرب جول ده عندنا هنا واقف قدام محل اللي هو حلقه الجمل. حلقه الجمل. الجمل الجمل احنا زعناها. زعنا الجمل. الجمل لسه صح يعني مش ممكن. صحيح. حلوا لي انت تزعلش. انا هزعها لك حالا. انا مش مش جمل مش بكى. اسف مش بقطع حديثك. انا بأكمل وجهة نظرك معايا. انا مش ببكي للبكا. هو متأثر بالشخصية. انا اللحظة اللي شفتها على الشاشة وحصل استحضار للحكاية فما قدرتش. عشان ممثل بجد. انا بشكرك يا مدام ايمان جدا. اخد عماد. عماد اتفضل. عماد من الشرقية اتفضل. محمد اهلا بيك. انا كنت حضرتك طيب مثلا الفنان الكبير ابراهيم مصر. بقول لك يا ابراهيم مصر انت دماغ غلا. انت تاريخ يا استاذ ابراهيم. احنا بنحبك وبنحب الصراحه عامل الغيث اللي كلنا جايبين لنا رموز وجايبين لنا حاجات حلوه. ربنا يكرمك. وانت يا استاذ ابراهيم دماغ غلا علينا قوي يعني. شفت فيلم مستر كاراتيه انت بسم الله ما شاء الله افتوح ودلوقتي يعني دموعك يعني بصراحه تبقى تعرف محمد الغيث اللي كلنا من حد. بشكرك يا عماد وسلام لكل اهل الشرقيه. مين تاني يا شباب؟ مين؟ طب نشوف الجمل. محمد نشوف الجمل. نشوف الجمل. ايه ذكرياتك عن الحلقه دي؟ الحلقه دي جباره. الجمل ده كان عامل مصيبه. جه في محل من المحلات مش دارسين المنطقه. فدخلنا المحل سقفه مثلا قول اللي ورايا. فهو عادي. الجمل لما وقف اعلى من السقف خبط كسر السقف فخابه لا حلال الحيطه. يا نهار اسود. والناس اللي جوه واللي خارج ماسك سندوتشات في ايديه وبيجري. نهار اسود. واللي مش مصيبه حاصله. مصيبه. اي نعم انا عوضت المحل وعوضت بس هذه لحظه ما غير متوقعه خالص. طيب ايمان قالت ان انت فكرتهم بالتقليد وانا فاكر فعلا انت كنت مقلد رائع. كنت بتقلد كل الفنانين يعني. فاكر توفيق الدقن والبارودي. فاكر ده؟ ايوه. طب فكرني كده. فكرني كده. الدقن مثلا. يقول لك ايه؟ احلى من الشرف ما فيش. يا احلى من الشرف ما فيش. يا سلام يا سلام. ده انت جايب تبكي ما شاء الله. هنيته يعني. امين يا ساتر. لما اقول على حاجه بنات تبقى معايا كده. يلا هوبا
بام 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 يلا مع بابا هوبا واحد اتنين تلاتة بام 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 ايه حسنين حاجات زي كده. الله. طيب حسن البارودي يا سلام. ايوه كانت ايام جميلة. ايام ما كانت انيسة ايوه دايما جنبية كده وانا نايم جنبها قول الاعداء عايزين ينهشوا شرف انيسة هتقولهم لا انيسة لا ورحت موتهم. الله الله. طيب من الفيديوهات الفظيعة والحياة مواقف برضو اللي كان فيها كوميديا رائعة البلكونة عايزين نشوف ده وعشان اسألك عن حاجة كده انا قريتها نشوف البلكونة يا اسمح اي زميل ليك يجيب لي يا بوش دلوقتي يعني نفكر الناس انت قررت تعمل في الشارع قصاد بيت تاني قبل بيتي نسمي ده عنوان يعني انت عندك شقه نمره واحد وانا جيت فرشت هنا بقت شقه نمره اتنين عادي وقعدت مراتي اسره وتطبخ تطبخ سلوك غير انساني وغير حضاري ده انت عامل رساله في منتهى الروعه ده انت الرساله دي لو احنا وعينا لها من ساعتها ما كانش في عشوائيات ما كانش في تعدي على املاك الدوله تعدي على املاك الناس تعدي على الممتلكات الخاصه انت عامل ده جزئين في منتهى الروعه كنت واعي ساعتها للرساله واعي كنت واعي طبعا كنت فاهم انا بعمل ايه تعمل ايه طيب انا قريت ان حاجه زي كده حصلت عندك في بيتك في مرسى مطروح ايوه صح ايه اللي حصل مع اني عارف انك مش عايز تتكلم بس معلش يعني انا سمعت القصه من صديق مشترك وقال لي هو مش عايز يتكلم بس انا عايزك تتكلم ايه اللي حصل والله انا كمواطن عادي اشتريت شقه عشان مصيف عادي مرسى مطروح وفي حي الليدو يعني في مكان نظيف وقدامك كده الميه يعني وكده يعني تفتح البلكونه تشمها وبتاع حاجه زي كده وبعدين كنت بعمل حاجه لطيفه قوي باجي على اصدقائي وعلى ناس قرايبنا او كذا بتاع اعزمهم يقعدوا مش لازم انا يعني انا يمكن ما رحتش مثلا مره ولا بتاع اعزمهم يعيشوا شويه بتاع حاجه زي كده المهم ان اللي حصل شيء محدش يتصوره خالص زي الكاميرا الخفيه كده بل ابشع يعني الدور الارضي عباره عن اوضة وصالة في الدور الارضي جه واحد خدها سكن عادي هي دي الصورة دي ارجع يا ريس هات الصورة التانية جه واحد خدها كمل يا سبرين ايوه كمل حضرتك واحنا هنعرض الصورة جه واحد خدها وراح دخل جوه وجه على المناور اللي هي رئتين العمارة تمام وراح قافلها سقفها بحيث تخش ضمن الاوضه في كردونه فاصبح يمتلك مساحه شقتين من الشقه وقعد وتستف ومش كده بس في غيبتنا احنا طلع على الدور بتاعنا يا نهار اسود عمل حاجه ما تصدقهاش عباره عن يعني عمل طريق كان عربيات ممكن تمشي عليه دي على البلكونه من البلكونه من الشباك للشباك للبلكونه عمل طريق اسبستوس زي اللي هو موجود هنا ده في الصوره ده هات لي بيت صوره اسمه المهم كمل يا صبرين عملوا ايوه الاسبستوس ده البالون قذاره وحاجات مش لطيفه ده اوكي وراح بنيه على اساس يحط عليه منتجات لمطعم جنبه بدون ذكر اسم المطعم وانهم لما يحتاجوه في الشتاء في الصيف يخزن عليه حاجات في كارثه عظمى غير ده وده بشريه يعني ان ست تفتح شباكها
تلقى عباره عن قد كده ارنب داخل في وشها. يا نهار اسود. دفار. يا نهار اسود. سقط وقعت على ظهرها اغماء تفوق فيها ساعتين عشان تقوم ما قامتش وكانت هتقوم تموت لولا ولد دكتور صغير اداها مش عارف ايه غير النشاد. يعني هو تعدى على ممتلكات الغير وخد جزء من عنده جزء من جيرانك وعمل ده وموقف المحافظه. الكارثه بقى دي الكارثه الكبيره بقى ان خد من المطعم ده انابيب الانبوبه طولها 4.5 متر وحطها هنا وخزنها تحت لان ما عندهمش مكان. يا نهار اسود. الانبوبه لما عزوها يبعتها لهم. يبعتها لهم ازاي بقى؟ بالرجلين. يا نهار اسود. يعني ده بيحس قنابل دي ده ممكن تفجر المنطقه. لو انفجرت انبوبه واحده من خلاص عليه العوض. عليه عوض في ايه؟ في المكان كله في البشر. مرسى مطروح. مرسى مطروح كلها انتهت. المحافظ ايه ده؟ الميه اللي فيها ناس بتقوم ممكن من درجه الحراره تتسلق زي السمك. يعني البني ادمين تتسلق زي السمك. طيب. يعني الانفجار اللي يتم موقف السكري. موقف حضرتك قدمتوا شكوى عملتوا محضر عملتوا ده تعدي واضح يعني من سنه 2016 عاملين محضر. عامل محضر ايه؟ ده عندك ابعت لي حط لي صوره اثبات الحاله هنا المحافظ. المحافظ كان الحاجات دي عليها امضة المحافظ بانه لازم يزال من سنة 16 سمعتوا يا جماعة القرار ده يا جماعة 18 ثلاث سنين وكل سنة يقولك كان طلع حملة الحملة تطلع تقول اصل احنا ما قدرناش بقى تعبنا. يا نهار اسود. مين المسؤول عن تنفيذ هذا الكلام؟ واحد اسمه والله انا سالت ايه ياسر حاجه مهندس ياسر حاجه. طيب احنا بنحاول نكلم المحافظ مرسى مطروح لانه دي كارثه مش خاصه بالاستاذ ابراهيم مصر دي خاصه بمواطنين عديدين ان واحد يستولي على ممتلكات الغير ويعملوا مستودع انابيب بهذه الصوره وحضرتك اصدرت قرار بالازاله ولم يتم الازاله حتى الان. محافظ مرسى مطروح يعني هو السيد لواء ابو زيد هو صديق البرنامج وانا بحاول اكلمك على موبايلك موبايلك مقفول ارجو حل هذه المشكله فورا واحنا هنتابعها ومش هنفوت واحنا متابعين هذه المشكله انها مش خاصه بابراهيم نصر لوحده انما خاصه بمواطنين عاديين ولو خاصه بابراهيم نصر لوحده هو يستحق ان احنا الدوله انها يعني تدي له حقه على الاقل انها تزيل المتعدي على مكانه. ده انا بالقانون حضرتك انا عارف انا من سنه أنا 16 قانونا يتزال المخالفات ويمشي الراجل ده وتنتهي القضيه وخلاص. لكن لا ده عايز يعمل ولا ده عايز يعمل. انا اعرف ان الراجل المحافظ ده راجل محترم وراجل على خلق وراجل نظيف اليد والقلب واللسان. لكن في ناس بتعبس خلفه بتدمر له اسمه. يعني بتلعب لعب لصالح بيقبضوا بقى ما فيش حاجه. لا لا انا مش هنسكت وانا بقول الرقابه الاداريه كمان تتدخل في هذا الموضوع. عايز اخر اخد اخر مداخله في البرنامج نقول الو. الو. ايوه الخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا فندم. مين معايا؟ هو انا ممكن ما اقولش اسمي؟ يا فندم ممكن بس ابراهيم اكيد هيعرفني من صوتي يعني. اتفضلي. انا ابراهيم وصلت لك بعد 3 سنين. بصي يا استاذ محمد انا هحكي لحضرتك وانت تاخد في عجاله عشان الوقت مش في صفي بعد اذنك. الله يخليك اديني وقت اشرح لك. اتفضلي. انا عرفت ابراهيم من 3 سنين. كنت شابه بقى وفي عز شباب. قعد بقى كل شويه يراقبني ورايا من مكان لمكان وقربني منه بجد وحنيه قلبه. وقعد يقول لي سيبي لي نفسك انا هخليكي نجمه وهشارك وطلب مني لما اقرب اتجوز عرفي. اتجوزنا عرفي. انا مش عارفه اقول الكلام ده عن هوا بس انا بقالي 3 سنين مش عارفه اصبر. وبعد كل ده ايه الهبل ده؟ وخرجنا كاميرا خفيه بس وسافرنا جوه مصر وبره مصر وكنا مبسوطين. كنا بنجي اقول فين هيسجلني فين ما يردش عليا. في مره كنت مستنيه في العسل ما جاش استنى ما اجيش استنى ما اجيش لحد ما لقيت بعد كام يوم الجواب طلع لي بيقول لي الشقه يا فندم عشان تفضل. يا شقته يعني كانت شقته؟ لا ما هي المشكله انا كنت فاكراها بنت وضحك عليا وقال لي دي ملك طلعت في الاخر ماجرها مفروش بقيت مش عارفه وما ينفعش اروح لاهلي
واقول لهم ايه يا استاذ محمد مش عارف اوصل له. فانا دلوقتي بقول له يا ابراهيم الله يسامحك على اللي انت عملته فيا، وبقول لك يا استاذ محمد الله يخليك خد لي حقي يا اما يعوضني على انا فقدته، وانت عارف انا فقدت كتير. طيب يا استاذ ابراهيم ايه رد فعلك؟ حد تبعك ولا ليله سودة ولا هنهزر ولا كاميرا خفيه؟ انا الدكتوره قاعده يعني مستغربه. الدكتوره قاعده بس. لا يا استاذ ما حصلش ابدا كده خالص بتاع الكلام ده اساسا خالص. ده موقعه حتى واحنا بنتكلم في موضوع زي ده، ده موقعه هزار يكون بالطريقه دي. انا مش يعني انا مش مسؤول عن المداخلات انت عارف يعني. طبعا حضرتك ملاك. ما انا خلاص عرفت الفيلم دي كاميرا خفيه بتاعتك. طب والله العظيم ما انا السبب، ما هو المخرج اللي قال يا جماعه المساعدة المخرج اللي عملت الكلام مش توقيته حتى. ده حتى طب هم 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 عايزين يحتفلوا معاك بعيد ميلادك بقى. طيب تعالى يا شباب واللي اسمها ايه؟ سميها ايه؟ سميها ايه؟ المدعيه المدعيه هتقول المدعيه مساعدة الاستاذ محمد حسن. يا جماعه فين انتوا؟ انتوا فين؟ تعال سما بزيد مساعدة الاستاذ محمد حسن هي اللي اتكسرت من شوية. دي اللي اتجوزتك؟ طب احنا بس سجلنا وصورنا. مذيع؟ لا مذيع. كل سنة وانت طيب. ميرسي. وشكرا يا استاذة سما. ميرسي يا سما. بس عملت شغل صح. وصلها. طب هات لنا بقى هابي بيرث داي كيو على شغل الاستاذ ابراهيم عشان الحلقة الجميلة دي. هابي بيرث داي. كان نفسي اجيب تورتايه بس انا عرفت قبل الحلقه قبل الهوا. بص الموضوع ما يموتش كده بتاع يعني موضوع مرسي مطروح انا مسؤول ان احنا نحلها في المشكله دي. انا بقول ده على الهوا احنا حاولنا نكلم اللي هو ابو زيد الحقيقه موبايل مقفول. جمله اخيره وانا بوعدك الموضوع ده ان شاء الله مش هسيبه باذن ربنا. عايزك تختم انت الحلقه والناس داخله على عيد الاضحى تقول لهم ايه؟ الناس في عيد الاضحى تقول لهم ايه؟ كل لحظة ومصر طيبة، كل لحظة وانتوا طيبين، كل لحظة والعالم العربي جميل وترجع كل حاجة حلوة ونضحك زي زمان. الله عليك. يا حبيبي كل لحظة وانت طيب. يا حبيبي انا بقول لك كل سنة وانت طيب. بالنسبة لعيد ميلادك نورتني. الضاحك الباكي النهاردة اقول الضاحك الباكي الله يخليك ابراهيم نصر. فيك من نفس نجيب الريحاني وفيك من اسماعيل ياسين وفيك من الناس العظيمة بتاعت زمان وفي نفس الوقت بتضحكنا بطبعة 2018. ربنا يخليك. معطاء دايما وان شاء الله اللي جاي احلى. وبقول لك انا استمتعت قوي بالحلقه دي والله العظيم. وانا والله حبيبي. بشكر كل الاعداد والاخراج، بشكر الفنان القدير بهاء نصر، بشكركم كلكم، بشكر المصورين كمان وبقول لكم ساهم طيبين. صباح على وطن محمد الغالي.